اهلا بكم. الحلقه هذه حتكون حلقه غريبه شويه. اكثر سؤالين اتسالتها في حياتي: ايش اسمك؟ اول ما يعرفوا ايش اسمي يسالوني كيف بدات علاقتك او هوايتك مع الثعابين. السؤال هذا اتسالته بمجرد ما اتسال ايش اسمك. طبعا الاسئله هذه كنت دائما بجاوب عليها وبحاول اشرح للناس الموضوع. بدي اشارككم القصه تبعي في المنطقه هذه اللي انا واقف فيها الان، تحديدا في مكه المكرمه في شارع المنصور منزل العائله. قتلت اول ثعبان من اكثر من 45 سنه، كان عمري تقريبا 8 سنوات. شفت ثعبان قتلته، حسيت انه عمل بطولي. اي طفل يسوي حاجه بالنسبه له تعتبر انجاز. فرحت، بلغت الاهل انه قتلت لهم ثعبان، انبسطوا. طبعا صرت انا حديث الجميع اليومين هذه. بعدها بيومين وانا داخل البيت فتحت الباب، ثعبان نط من فوق الباب لف على رقبتي. شلت الثعبان رميته وهربت. بلغت الوالد بالموضوع، قال لي هذا جاي ينتقم منك لانه انت قتلت وليفه. طفل عمره 8 سنوات، ما عندي حاجه اسمها انتقام. نسيت الموضوع، صرت ادور على اي حاجه موجوده بتمشي على وجه الارض: عقارب، سلاحف، سحالي، تماسيح، ثعابين، اي حاجه موجوده بحاول اصطادها في اي مكان. كل مكان اروح فيه احاول اصطاد فيه اي حاجه. الوالد حس بالشغف اللي موجود جواتي، ففي يوم من الايام بدون سابق انذار طردني برا البيت. ما طردني في الشارع، لكن سوالي غرفة مستقلة في حديقة المنزل وطردني من البيت، خلاني أعيش في الغرفة هذه. الدنيا اتقفلت في وشي. كيف الوالد يسوي معايا كده؟ ليش؟ إيش الهدف؟ إيش الحكمة من الحكاية هذه؟ زعلت، اتضايقت، اتأثرت، شفت الدنيا كلها سودة. الوالدة ما حاولت تتدخل في الموضوع، ما حاولت تغير رأي الوالد إنه ما أطلع من البيت. عشت في الغرفة هذه مع الأشياء اللي بحبها، حشرات، أشياء كثيرة جدا. غرفتي كانت غرفة مميزة، غرفة تعتبر عالم خاص. يمكن قليلين جدا اللي كانوا عايشين في غرفة زي هذه، غرفة عادية، سرير، دولاب، مكتبة، لكن معاها كان في أشياء كثيرة جدا، أحواض زجاجية مليانة بالعقارب، السحالي، الحشرات، فيران، ثعابين، طيور، أشياء كثيرة جدا في كل الغرفة، في الأحواض، في الأرض، على الجدار، في كل مكان كان في حاجة. عشت في الغرفة هذه من وأنا عمري 8 سنوات لغاية ما تخرجت من الجامعة. راقبت الأشياء اللي كنت بجمعها من كل مكان، والمراقبة دي والاطلاع على الأشياء الكثيرة اللي شفتها واللي جمعتها في حياتي خلتني أتغير، خلت شخصيتي تتغير. حبيت أتأمل كل شيء، حبيت أفكر في كل شيء، أشوف كل شيء وأحاول أفسر كل حاجة. الحكاية هذه غيرت من شخصيتي بشكل كبير جدا. 20 سنة راقبت الثعابين كيف عايشة وإيش فيها أشياء مميزة وإيش فيها أشياء غريبة. سويت العديد من المحاضرات على مستوى المملكة وخارج المملكة. فكرت بعد 20 سنة من المراقبة إنه أكتب كتاب أحط فيه المعلومات اللي عندي عن الثعابين. سجلت المعلومات، اكتشفت إنه كتبت أول موسوعة عربية عن الثعابين، الموسوعة الوحيدة في العالم العربي سنة 1996. ما في أي موسوعة تانية غيرها، وما في إلا يمكن كتاب أو كتابين صغيرة عن الثعابين لغاية 2016. أخذت شهادات كثيرة على الكتاب هذا، والحمد لله أتكرمت من جهات كثيرة جدا. رجعت أمارس التأمل، رجعت أمارس حكاية مراقبة كل حاجة وخصوصا الثعابين لأنها شغف حياتي. راقبت الموضوع بعد 20 سنة تانية، فكرت في الموضوع ليش ما أسوي فيلم أو مجموعة أفلام أتكلم فيها عن الخبرات اللي موجودة عندي، لأنه المفاهيم اللي عند الناس مفاهيم خاطئة. ليش ما أحاول أسوي حاجة أصحح بيها المفاهيم؟ والحمد لله بعد 20 سنة تانية سويت برنامج عالم الثعابين اللي بتتفرجوا عليه الآن.
هذه بكل بساطة القصة اللي صارت لي من صغري لغاية ما صورت برنامج عالم الثعابين لغاية اليوم. احنا في سنة 2016 في شهر فبراير 2016. القصة هذه حبيت أشارككم فيها لأنه فيها رسائل كثيرة جدا. أهم رسالة فيها: لو شفت الدنيا سودة في وجهك لا تشوفها سودة، شوف إيش في بعد السواد، شوف إيش اللي حيجي بعد كده. قصتي مع الوالد يمكن أي شخص ثاني كان صار عنده إحباط أو اكتئاب، لكن عرفت إنه الوالد كان له رؤية بعيدة، كان هو يبغاني أعيش الحاجة اللي أنا أحبها. النجاح اللي وصلت له الآن كنت أتمنى إنه الوالد والوالدة يكونوا موجودين، لكن للأسف الموت علينا حق، الله يرحمهم جميعا. كان نفسي يشاركوني النجاح اللي وصلت له، وكنت أتمنى إنهم يكونوا معايا عشان أقبل رأسهم وأقول لهم شكرا على كل حاجة سويتوها معايا. أي إنسان فيكم عنده هواية، عنده حاجة يحبها، عنده شغف، ياريت يزود مراقبة الحاجات هذه ويحاول يتملها، يحاول يفكر فيها، يطلع عن الأشياء المكتوبة عنها، يحاول يشوف إيش فيها خبايا. شاركوا الناس بالمعلومات اللي عندكم، ناس كثيرين جدا للأسف عندهم معلومات لكن لما تتكلم معهم يقول لك والله أنا المعلومات اللي عندي ما تنفع. الآن الفرصة متاحة، الوسائل التواصل متاحة للجميع، يا ريت كل واحد فيكم يشارك الناس بالمعلومات اللي عنده، يحاول يوصل لهم لو معلومة بسيطة. صدقوني انتوا حتستفيدوا وهم حيستفيدوا، لا تقولوا المعلومات بسيطة، شاركوا أي حاجة عندكم وصدقوني حتستفيدوا بشكل كبير جدا. أتمنى أنه تكون القصة هذه فيها إلهام للناس، فيها حافز أنه الناس تسوي حاجة. أنا الحمد لله 45 سنة فضلت أراقب الثعابين، فضلت أتأملها هي وغيرها من الحيوانات، أتأملت الطبيعة لأنه الطبيعة جزء من حياتنا، لغاية ما وصلت للمرحلة اللي وصلت لها الآن بفضل ربنا سبحانه وتعالى، ثم بفضل الوالد والوالدة الله يرحمهم. أتمنى لكم السلامة، وأتمنى أنكم جميعا تكونوا مبدعين ويكون عندكم شغف تطلعوه للناس وتوروهم إيش الخبايا اللي موجودة فيه. أتمنى لكم السلامة، ربنا يحمينا ويحميكم من شرور الثعابين. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، لو عجبتكم الحلقة وحابين تتابعوني على قناتي ويوصلكم كل جديد، الرجاء الضغط على زر سبسكرايب اللي موجود أسفل الشاشة. شكرا لكم.